الزمالك عنده مواجهة مهمة جدا مع أرتا سولار في دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. مباراة الذهاب هتكون يوم 15 من الشهر الجاري. فريق أرتا سولار من الفرق الكبيرة في جيبوتي. جيبوتي مش من الدول اللي عندها فرق كبيرة أو منتخب كبير، ولكن هي منتخب واعد وعندها فرق واعدة، والكلام إن الفريق دوت فريق جيد جيد، مش عظيم يعني، أكيد الزمالك أفضل ولكنه فريق جيد. معايا عبر زوم الآن بوزيان بن عربي المدير الفني الجزائري لفريق أرتا سولار الجيبوتي اللي هيلعب مع الزمالك إن شاء الله في دور 32 بالكونفدرالية الأفريقية. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. قرعة الكونفدرالية الأفريقية ربما أوقعتك مع أقوى الفرق في هذه البطولة، الفريق صاحب الاسم الأكبر في هذه البطولة هو نادي الزمالك، كيف ترى هذه المواجهة الكبيرة؟ بالتأكيد مواجهة صعبة، سوف نقابل فريق كريم، فريق كبير، أمة كبيرة في كرة القدم مصر. بالتأكيد ليس أمرا سهلا أن نأتي أن نلعب في مصر. سوف نحاول أن نفعل كل ما بوسعنا أمام هذا الفريق الكبير. ستكون لدينا مباراتان كبيرتان، مباراة في تنزانيا في خلال أيام، ثم في آخر سبتمبر سوف نذهب إلى القاهرة لنلعب المباراة العودة، وبالتأكيد نحن سعداء جدا بهذه المقابلة. إقامة المباراة، مباراة الذهاب خارج جيبوتي، شايف إن هي تؤثر سلبا على الفريق ولا شايف إن الأمور واحدة؟ كما تعلم المباراة الأولى هي مباراة حاسمة، مباراة مهمة، إما أن نعبر نحن أو نعبر الزمالك، وعلينا في كل الأحوال أن نعد أنفسنا جيدا لأنها مباراة صعبة كما قلت، في موقف صعب بالتأكيد، سوف نقابل لاعبين من طراز خاص، سوف نفعل كل ما في وسعنا في كل الأحوال لتجاوز هذه العقبة. هل شاهدت مباريات للزمالك؟ هل بدأت تذاكر الزمالك الفترة دي ولا لسه ما بدأتش؟ شاهدت بعض اللقطات من مباريات الفريق، شاهدت كيف يهاجم الفريق، شاهدت كيف يدافع الفريق. في النهاية لا يمكن أن أقول إلا أنه فريق كبير جدا. شاهدت مباراة الزمالك ضد فريق النصر السعودي، اكتشفت أن الفريق فيه لاعبين جيدين جدا على في كل الخطوط، وخصوصا في خط الوسط بالتأكيد زيزو ودونجا وأحمد فتوح، اللاعبين هم يلفتون الأنظار، وأيضا المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لا يمكن أن أنسى. شاهدت بعض المباريات وليس الكثير، ولكن المحصلة في النهاية أنه فريق جيد جدا، ونحن عاكفون الآن على دراسة الاستراتيجية المناسبة لتجاوز هذه العقبة الصعبة والصعبة جدا. هل كنت تتمنى عدم مواجهة الزمالك في هذا الدور المبكر في هذه البطولة؟ هل كنت تتمنى منافس آخر؟ كما تعلم بشكل عملي إنها بطولة للكبار، ونحن معرضون أن نقابل أي فريق. حذر جاء مع الزمالك، الفريق الذي هو تاريخيا مرشح أو أحد المرشحين للفوز بهذه البطولة، ولكن دعني أؤكد وأقول أننا سعداء أننا سنقابل الزمالك، لأن في كل الأحوال سوف نكتسب خبرات بالاحتكاك بهذه اللاعبين، وأؤكد مرة أخرى أننا سوف نفعل كل ما وسعنا لتجاوز هذه العقبة. كم لاعب دولي موجود في تشكيلة فريق أرتا سولار؟ لاعب دولي يلعب للمنتخب الجيبوتي. لدينا تقريبا 8 لاعبين في منتخب جيبوتي،
وألان تراوري وآخرين من خارج تشكيلة من خارج جيبوتي، وألان تراوري من بوركينا فاسو، وألم موريل وهو لاعب موريتاني وكان مع في تشكيلة منتخب موريتانيا الأخيرة في مباراتهم الدولية ضد الجابون. وهكذا لدينا بعض اللاعبين الدوليين في تشكيلتنا. هل هناك لاعبين بارزين أو أسماء كبيرة في الفريق ستغيب عن هذه المواجهة لأي سبب، مواجهة نادي الزمالك؟ سنكون القائمة ستكون مكتملة وكل اللاعبون جاهزون وكل اللاعبون متحمسون ولديهم الدوافع الهامة للعب مباراة كبيرة على مستوى عالي ضد فريق الزمالك. قلت لي ان انت هتلعب المباراة ديت او المواجهة دي لاكتساب الخبرات، هل تتصور او تتوقع انك ممكن تفوز على الزمالك في هذه المواجهة ولا فقط هذه المواجهة لاكتساب الخبرات؟ كابتن بوزيان بن عربي المدير الفني لفريق أرتا سولار الجيبوتي منافس الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في دور 32، يبدو أن الاتصال انقطع. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذا الحوار قبل هذه المواجهة الهامة للزمالك في مستهل مشواره في الكونفدرالية الأفريقية.